الجمعة إن شاء الله غادي نقدم لكم شي بيجامات، وأنا وفيت بالوعد ديالي. اليوم هانا جيت معكم، مشيت لبريمارك، صراحة الله دخلوا بيجامات واعرين واعرين واعرين، وزعما الثمن مناسب لأي واحد يقدر يشري بيجامة. كاين البيجامات اللي شويه قصحين، كاين البيجامات اللي باش تقضي بهم باش تلبسيهم يوميا. غنبدا معكم بهذا البيجامه، عجبوني البنات والثوب ديالهم زوين رائع. هي شني مي تكونوا كتصبنوهم ما تصبنوهمش بالماء طايب في لاماشين، ريقلوا لاماشين في الماء يكون بارد وصبنوهم باش هكا ما يتخسر لكم شي بيجامات. هانتوما البنات بيجامات كيفاش دايره، زوينه بزاف والثوب ديالها بارد، وهذا هو اللي كيكون فوق منا الريكو ديالها صيفيين ومباردين يا البنات، الثوب ديالهم بارد وزوين. لا غلى على مسكين 7 أورو كل نهار شري بيجامه ولبسيها، والله الا زوينين الثمن زعما عجبني بزاف. كاين هذيك البيجامات ديال اللي فيهم ديك الرسومات الميكيات فيهم هذوك ديال النمار ديال، انا ما صراحه الله ما عنديش مع ديك الرسومات. هذه وجبت بهذا الكولور، هذا كاعد نويلات جبته معنا، جبت بهذا الكولور هذا الا كان كيبان لكم مزيان. ها انتوما الصوت ديالو منازل وباردين، يعجبوكم يا البنات فهاد الصيف. وشوف الرجيلات ديالو من ديك زعما واسعين، ماشي كاين اللي هكا، كاين اللي عندهم ديك البنده هنايا. انتوما شوف وتال كولور ديالهم سمك هذا، ماشي شي كولور مشحشح، هذه الفوقانيه ديالها. انا البنات كنت كنجيب الال، انا اللبس ديالي كاملين كنلبس الال، مي هزيت البيجامه الال جاتني عرفتي يدخلوا معايا 3 ولا 4 جاتني نيشان ما جاونيش شي واسعين. جبت هاد الكولور هذا وجبت هاد الغوز، صراحة الله ما عمري كنت كنتخيل لبس الغوز كيجيني ديك الغوز بحال بحال ديال الشبنيتات ديك الصغارين عندهم 12 عام. هانتوما مي زوينة البنات، مي لبستها جاتني مزيونة هانتيما باش عجبتني. الثوب ديالهم زوين بارد، هادي عندها البندة، عندهم البندة في الرجلين ديالهم من التحت، شفتو زويونة. وخا هادي عجبتني حيت داخل فيها الكحال اي حاجة داخل فيها الكحال كنموت عليها. هادي الفوقاني ديالها يحس فيها هادي بارد زوايا. وجبت هادي في الكحال، الكحال اللي كيحمقني نحسو معه ثاني ستيل ديالها كي داير، وهانتوما رجيلات ديالو مطلوقين، هادي رجيلات ديالها مطلوقه ما عندهاش هذيك البنده في التحت. كلشي يا البنات هادو اللي كتشوفو كلهم ب7 أورو في البريمارك، زعما كيدخلوا شي حاجات روعه. هذا الفوقاني ديالها كحل هانتوما، هذه في الكحل وعندها السروال هكا بيض فيه الكحل. وجبت
لبست هذه ديال ميكي. صراحة الله ما عمري لبست الميكي. كنقول انا دوك هاد اللبسات كاملين ديال البنات الصغار، ولكن ما شفت واحد البنت هزاتها عجبتني قلت علاش غنديهاش، غنديها واخا لا ملبستهاش انا. يقدر يجي عندك شي واحد شي صاحبتك ولا بنتك ولا مرات ولدك يباتوا عندك صغيرهم يلبسوها. هانتم هادي وعامل لها السروال ديالها، هانتم هاكي داير. عجبني بزاف البنات هاد السريول، شوف عندو البنطة تا هو من التحت شفتو غزيب التويب ديالو. هانتم تبردو بهم في الصيف، هانتم صفيفر مع الكري والكحل جاو كيحمقو. هانتم منعرفوش كيبالكم هادشي مزيان في الكاميرا ولا لا. هانتينا وهذا الفوق هنا ديالها مزيونين. هادي زايدة الثمن عليهم، هادي بتلطاش الأورو، هادي تلطاش دل الأورو كدير. وشريت هادي عاوتاني، هادي هي مطلوقة هكا تلبسيها هكا مع شي كاسون في الكحل. هادي 8 أورو، كاينة في البياض، كاينة في الغوز بيبي، وكاينة في الصفيفر بارد. فيها 4 منوالات، فيها الكحل، فيها البيض، فيها الغوز بيبي، وفيها الصفر، صفر بارد. تا هي عاوتاني زوينة البنات مبردة، وتلبسيها مع الشورت ولا تلبسيها هكا بوحدة اللي بغيتيها. عجبتني بزاف. ولا البنات هادو هما البيجامات ديالي اللي شريت معكم اليوم، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ديال البيجامات شريت معكم اليوم، هميزة وش من هميزة. وتما كنت دست لزارة ويا ربي أشيان دست الأشيان باش نشوف اشني دخلت جديد، بلقيت الصراحة لا ما دخلت حاجة جديدة. انا كيعجبوني هادو، فيما كنمشي كنلقاهم كنشريهم، كتعمليهم تحت شقميجة ولا شي حاجة هكا عملتيها انتي كلش كتجي. هادي 10 أورو البنات، هي صغيرة هكا، عندي كاع النوالات كاملين ديتهم، كنت ديتهم في الصيف، ديت الكحال، ديت البوردو، ديت في الباج، ديت النويلات كاملين كيعجبوني الصراحة بلا هكا زوين. والكحل هو سيدو مانتو، الكحال كيمشي مع كلشي. هادي ب10 أورو، شريتها من أشياء، راه هما كاينين في الباج وكاينين في الكحل، اللي بغاهم يمشي ليهم، راه عاد يلاه دخلوهم. وشريت هاد وهادي تا هي شريتها هانتوما كيفاش كتجي. تا هي هادي 8 أورو، كتجي زوينة تا هي فنة، كتلبسيها مع السروال هكا وشي قميجة الفوق كتجي واعرة. من هاد المكازا هادي كلشي كيعرف هاد المكازا، شريت هادي الا كانت كتسمع لكم مزيان. هذا التحتاني ديالها شوف كيفاش كتشي، هذا الفوق ديالها، هذا العنق ديالها كيفاش كيجي مقوس، وهاد الكنينة ديالها شوف كيفاش دايره،
هذه البنات عاملينها مع هذوك الحوايج ديال البحر، مع المايوات ومي كتبغيتو، مع القفيفات ديال البحر. هذه ديال البحر، هذه لو كنتي باغيه تمشي للبحر كتلبسيها مع المايو ديالك، ولكن انا ما كنلبسهم مع المايوات انا كنلبسهم في الدار. هادو فهمتي، كنعمل لهم واحد داك اللي كصب بالكحل، كيكون اللي مزيرين كنعملو كنلبسها في الدار، كنبرد بيها زوينين البنات. هذه كانوا عاملين لها 50 أورو ورجعوها بأربعة ب45، ولا رجعوا. والبارح ملي مشيت لقيتهم مطيحين. الا عندك الكارطة كينقصوا لك. انا مشيت عندها قالت لي واش عندك الكارطة، قلت لها ايه، طيحت لي من عطيتها 40 أورو، ردت عليا 5 أورو من 40. هي باش ولات 35 أورو باش ديتها هادي، 35 أورو. البنات رائعة، كتجي في اللبسة ما نقول لكمش عليها. البنات هانتوما اللي كيعجبو شي حاجة ديال هادي، جابو في الكحال وجابو في الصفر وجابو هاد الكولور. هذا هو الكولور المفضل عندي انا، كيحمقني هاد الكولور هذا. صافي البنات، وهاد القندوره اللي لابسه هادي انتوما البنات الكليبات ديالها كيفاش كيجيو انتوما انتوما. وطويله ايفازين، ها هو دا ايفازين، صراحه الله زوينه عجبتني حتى هي في الكولور ديالها، بحال زيتيه بحال زرقاء، المهم داك الكولور زوين زوين بزاف فيها. انا كيعجبوني هاد القنيطرات، كنلبسو في الدار كنصلي بهم كندير بهم كلشي. لقيتها كتعمل لهم 15 أورو، انا دخلت لقيت كنقول ما يمكنش هادي ب 15 أورو، قالت لي وي وي 15 أورو عملنا لهم، كانوا 20 عملنا لهم 15 أورو 15 أورو. الحزيم ديالها اللي باغي يحزمها، انا ما كنبغيش الحزام كنبغيها عاديه هكا. هي البنات هذه راه فواحد المكازا فريد برافا ديال واحد جزائريه، كتبيع ديك الشيء اللي بغيتو، تكاشط القنادر القفاطن ديك الشيء اللي حب الخاطر عندها، وعندها الثمن مناسب اللي كيرضي كل شيء. هانتوما البنات هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم معكم، ودابا غادي نخليكم ونقول لكم بالسلامه الى الفيديو اخر ان شاء الله. والى عجبتكم عجبكم هاد المشاريات ديالي دائما غنبقى نبرع الحبيبات ديالي، وانتم كترضيوني انا غادي نرضيكم علاش لا. وشكرا حبيباتي، وبسلامة عليكم الى الفيديو اخر ان شاء الله. سلامه.